لأنه غدا إن شاء الله غادي تنطلق مقابلات احترافية ما بين مغاربة وأجانب، وتنتمنوا توفيق لجميع المغاربة. وأنا اليوم مع الأخ ديالي عز الدين التمساماني، لأنه اليوم أنا كنت خدام معاه ديجا، وقعوا في البريباراسيون، كنت واخد به مقابلات على صعيد بطولة المغرب، كان وقع ليه توعك، وقعوا لي بزاف التوعكات، واليوم اضطريت باش نجي نحضر معاه لانه هو بغى الملاكمه وتطمح حتى هو باش يكون بطل، رغم دوز شي عراقيل الاصابات في الملاكمه، لانه هو تيتريني في واحد لاصال اللي هو بروفيسيونير وما عندوش الوقت تيتريني بوليدات الناس وتيتعاون معاهم، وفي نفس الوقت ياخذ التدريب ديالو، دونك ما عندوش واحد الوقت، لان الملاكمه تتبغي تفرغ. انا فاش خديت الملاكمه خليت خدمتي، خليت كل شيء، تفرغت للملاكمه، حيت الملاكمه باش انك تولي بطل خصك تفرغ ليها واحد، ويكون عندك لي سبونسور وسميتو مدير الاعمال ديالك باش يمكن ليك تكون نجم.